أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بلفظ إذا إن كان الشؤم في شيء ففي البرد والمرأة والمسكن، هل لكم أن تبينوا لنا شيئا من فوائد هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث من المشكلات التي أشكلت على بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة والتشاؤم وقال إنها من الشرك، وفي هذا الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: الدابة والدار والمرأة. فحمله العلماء على أن المراد بذلك أن الله قد يخلق بعض الأعيان الشريرة، يخلق بعض الأعيان الشريرة فيكون ذلك من خلق الله فيها، وهي معلومة أنها شريرة. أما التشاؤم فهو من الإنسان نفسه، والإنسان لا يتشاؤم ولا يتطير، ولكن قد يخلق بعض الأعيان الشريرة الإنسان يتجنبها، كما يتجنب الحية والعقرب والسبع، لأن هذه خلقت شريرة فيتجنبها، فيكون هذا من باب تجنب الأشياء التي فيها شر وتوقي ما فيه شر. أما الطيرة فهي التشاؤم للأشياء وإن لم يكن فيها شر وليس فيها ولم يعرف عنها ما فيه ضرر. نعم.